السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد خاص بتصحيح الامتحان الوطني البكالوريا الدورة الاستدركية 2019 مسلك العلوم الإنسانية. مسلك العلوم الإنسانية، دائما سنبدأ باللانجويج كما العادة. كما ترون هنا أحبتي language 15 points. Language 15 points. First question. It's A. Fill in the gaps with appropriate phrases from the lists. إذا عندنا ما يسمى phrasal verbs، يعني ملأ الفراغات بالكلمات التي عندنا في القائمة. Number one. We are looking for an experienced nurse to our grandmother. إذن نحن نبحث على ماذا؟ على experienced nurse، واحد الكلمة السر ولا المفتاح. experienced nurse يعني ممرضة لها تجربة. to، شوفوا معي بالأزرق كولور اللون الأزرق، our grandmother جدتنا. إذن هنا عندنا من بين المعطيات اللي عندنا في القائمة take care of العناية، bring up هي تربية خاصة تربية الأطفال، look for هو بحث. look for هو بحث. إذن هنا الجواب الذي يبقى لنا صحيح مع هذه الجملة هو we are looking for an experienced nurse to take care of، يعني نبحث عن ممرضة ذات تجربة للعناية بجدتنا. Good. Let's go to number two. Jane's car rarely, although it is a very old one. إذن Jane's car، سيارة Jane، rarely، rarely نادرا. rarely نادرا ماذا؟ which brings about or breaks up or breaks down. عندنا brings about يحدث، يعني سبب الحدوث أو سبب الوقوع. breaks up إنهاء العلاقة، break up. breaks down هي عطل، عطل يعني تعطل أو يعني العمل. yes، تعطل خاصة الآلات. خاصة اللي كنقولنا breaks down يعني الآلات. إذن هنا الجواب الصحيح هو breaks down. Jane's car rarely breaks down although it is a very old one، يعني سيارة جين نادرا ما تكون في عطل أو عطل. although it is very old one، رغم أنها قديمة جدا. رغم أنها قديمة جدا. so breaks down هنا الفوق take care of. good. مشيو السؤال B. fill in the gaps with the appropriate words from the list. إذن ملء الفراغات بالكلمة المناسبة من القائمة. عندنا make. We have the word. We have the word make. Let's see it. هو. We have make معروف يعني تصنع تجعل إلى آخره حسب المعنى. health صحة. vitamins لفيتامين. sick مريض. attention الانتباه. practice ممارسة. body هو الجسم. إذن هذوما الكلمات اللي عندنا. people who some sports like bodybuilding. إذن الكلمة السر هي هنا عندنا sports وعندنا bodybuilding. إذن شنو كنديروا الرياضة؟ واش make، واش health، واش vitamins، sick، attention، practice، body. إذن الرياضة شنو كنديروا لها؟ هي practice. good. practice. good. so people who practice some sports، يعني الأشخاص الذين يمارسون بعض الرياضة like bodybuilding مثل كمال الأجسام، often take special، دائما يأخذون أو غالبا يأخذ ماذا؟ special to make their bodies look more attractive. كياخذوا شي حوايج باش يجعلوا الأجسام ديالهم ماذا؟ more attractive، أكثر انجذاب. أكثر
انجده. إذن هنا special make knowledge G, special health knowledge G, special vitamins, special sex, special attention practice body. إذن هنا special vitamins يعني يأخذون فيتامينات خاصة كما تعرفون في رياضة البادي بيلدين يعني كمال الأجسام بناء كمال الأجسام يعني رياضة عندهم واحد الفيتامين اللي كياخذهم فيتامينات خاصة من أجل جعل الجسم جذاب. Good. Doctors say that sportsmen should pay. إذن الدكاترة يقول بأن sportsmen يعني الرياضيين sportsmen should pay يجب أن ماذا pay. Okay. هنا كلمة سر عندنا pay وعندنا more. pay كتمشي معها واحد الكلمة اللي هي معروفة اللي هي pay attention. okay pay attention يعني خصهم ينتبهوا صافي pay attention خصهم ينتبهوا لمن to the amount of supplements they use to the amount لكمية ماذا كمية supplements supplements هما دوك لي فيتامين اللي كياكلو اللي كيستعملو they use in order to علاش قال لهم خصكم اتونسيون في اتونسيون in order to avoid ماذا serious من اجل تفادي serious problems. اذا شكون هاد serious problems خاصة لهاد المشكل المشاكل يعني problems من بين كلمة سير هنا ايضا هي health problems okay. من أجل تفادي مشاكل صحية. Good. نمشي question C. Write the correct form of the words in brackets. إذن كتابة الكلمات بين قوسين في الشكل المناسب. الكلمات ماشي الأفعال. Okay. دائما عندنا words عندنا verbs. Words هما كلمات اللي كتغيروا من noun verb noun adjective adjective noun adjective verb adverb etc. Okay. هنا عندنا كلمات. إذن عندنا as children grow up they look for بأن الأطفال يكبرون ينمون يترعرعون they look for يبحثون عن ماذا for more autonomous. okay autonomous is an adjective عندنا إحنا الكلمة السر هنا هي more. إذن more سنقلبوا على noun اللي هي autonomy. okay اللي هي autonomy. إذن as children grow up they look for autonomy they want to make their own choices. autonomy يعني استقلالية ذاتية يعني كيبغيو يبقاو بوحديتهم يلعبوا بوحديتهم إلى آخره they want to make their own choices يريدون أخذ أو يعني يأخذوا بسميتو الخيارات ديالهم الأفكار ديالهم يستعملوها إلى آخره بدون أي تدخل من طرف الآخرين خاصة الأب والأم. Good. Number two, it is interest to have friends from different cultures. Okay, it's interest. إذن بين كلمة السر هنا ولا هي is the verb to be. It is interest. إذن so we can say it is interesting. Okay, it is interesting. Okay, so had G. It is interesting to have friends from different cultures. يعني مهم باش بنادم يكون عنده الأصدقاء من مختلف الثقافات. D. Filling each gap with an appropriate word from the list. Okay. Filling each gap with an appropriate word from the list. We have summer is the time most people go on vacation. يعني الصيف هو الوقت اللي اغلب الناس كيمشيو في العطله. اذا عندنا which عندنا when عندنا where واش ممكن نديرو summer is the time which كنديرو مع الاشياء الجامد الى اخره واش summer is the time where المكان واش summer is the time when so علاش غادي نختاروا بالضبط هذه الكلمه كلمه when علاش غادي نختاروها بالضبط good لان we have a time here لان this to time يعني علامه الوقت اللي كدلينا على we need to put here when good summer is the time when most people go on vacation. اذا انتبهوا معايا بهذه الانواع ديال الجمل دائما في اي جمله كيكون ما يسمى كلمه
السر أو كلمة المفتاح، حاولوا تقلبوا عليها غيب شوي عليكم نهار الإكزام إن شاء الله، ما تزربوش، just step by step، غير خطوة خطوة إن شاء الله غادي تجيبوا النقط ديالكم مزيانين. Good. مشيو question number two. The national football coach decided. إذن المدرب المحلي national coach هو المدرب المحلي كرة القدم decided قرر. شنو قرر؟ شوفوا دابا شنو قرر. واش to واش عندنا giving ولا give ولا to give. Decided a press conference before the match. يدير واحد مؤتمر صحفي قبل المقابلة. Okay. إذن هنا عندنا giving give to give. أو عندنا الكلمة المفتاحية decided. Decided من بين الكلمات التي نستعملها عندما نتكلم عن شيء سنقوم به في المستقبل as a plan. يعني كنخطو باش نديرو. إذن هنا ملي كيكون عندنا بحال هاد الأفعال كنديرو to plus infinitive. إذن to give. The national football coach decided to give a press conference before the match. Okay. Good. شو question E. Put the verbs in brackets in the correct tense. إذن هنا اليوم في هذا السؤال عفوا عندنا verbs. Okay. في هذا السؤال عندنا verbs. السؤال اللي فات كان عندنا words. دابا عندنا verbs conjugation. Okay. صرف الأفعال. Before Albert, Mary, Karen in 2016 they work together as volunteers in many countries for about 6 years. إذن هنا الكلمة المفتاح هي before. وأيضا عندنا حدثان هي Mary عندنا work. حدثان وقع في الماضي أحدهما يسبق الآخر. هذاك اللي كيسبق الآخر ماذا كنديرو في past perfect. إذن هنا before Albert, Mary يعني قبل ما يتزوج Albert من Karen في 2016 they work together خدموا بجوج بهم together معا as volunteers كمتطوعين in many countries في العديد من الدول for about 6 years لمدة 6 سنوات. إذن هنا عقلتوا على القواعد ديال past perfect simple past before كتبعوا simple past. إذن before Albert married okay Karen قبل ما يتزوج Karen in 2016 they هنا they had worked okay they had worked past perfect ولا حتى ممكن يديروا past perfect continuous اللي هو had been working okay had been working. علاش درنا هنا past perfect continuous okay sorry شي هنا okay sorry هنا they had worked or they had been working okay had been working okay they had been working. علاش درنا had been working because we have 6 years for about 6 years هذا يعني مدة استمرت 6 سنوات. Okay good. Then we have by the end of next August مع نهاية الشهر 8 يعني غشت المقبل they produce a documentary about their experience يعني سينتجون أو سيخرجون إخراج ماذا واحد documentary وثائقي حول تجربتهم. إذن إذا لاحظتوا عندنا by plus time لكي يكون عندنا by plus time الفعل اللي كنديرو كيكون future perfect اللي هي will have plus past participle ديال الفعل produce اللي غادي تولي produced okay will have produced a documentary about their experience. نمشي question F. Rewrite sentences beginning with words given. إعادة كلمة كتابة الجمل بالكلمات التي هي في المعطيات. إذن كما تلاحظون معي هنا number one the supermarket it is a subject offers it is a verb interesting discounts it's an object. إذن هنا object جبنا هنا شنو ولا interesting discounts ولا subject. إذن هنا passive voice okay passive voice good interesting discounts والقاعدة ديال passive voice كنديرو مع ال tenses كنديرو كيكون عندنا subject plus الفعل to be plus past participle ديال الفعل اللي كيكون عندنا في active. داك الفعل to be كياخذ نفس conjugation ديال الفعل في active. بحال هنا مثلا عندنا offers. Offers is in the present. إذن هاد الفعل to be اللي غادي نديرو هنا بعد interesting discount خصو يكون in the present. ونشوفو عاوتاني subject واش singular واش plural. صافي interesting discounts واش singular ولا plural. إذن discounts are. صافي إذن are. ونديرو offers in the past participle غادي تولي are. Offered.
اوكي انتريستين ديسكاونت. ديسكاونت هي ديك النقص ديك لا ريداكسيون لا بروموسيون اللي كيديروا الى اخره. اوكي انتريستين ديسكاونت ار اوفرد من طرف من باي ذا سوبر ماركت ذا سوبر ماركت. اوكي لمن تو نيو كاستمرز للزبناء الجدد يعني من طرف سوبر مارشي للزبناء الجدد. اذا انتريستين ديسكاونت ار اوفرد باي ذا سوبر ماركت تو نيو كاستمرز. نمبر 2 انوار could not answer all the questions because he did not manage his time well. Anwar لم يستطيع الإجابة على جميع الأسئلة لأنه لم يستطع ماذا أو لم يدبر وقته بطريقة جيدة يسير وقته بطريقة جيدة. إذن هنا إذا لاحظتوا عندنا could not عندنا did not بجوج نيجاتيف وعندنا هنا تحت في المعطيات F زائد had managed. إذن هنا الدرس ديال conditional type 3. اوكي انا الدرس ديال كونديشنال تايب 3 والقاعده ديال كونديشنال تايب 3 معروفه اف بلس سبجكت بلس باست بيرفكت ويل وود ولا كود ولا مايت هاف زائد باست بارتيسيبل. اف انور هاد مانجد هيز تايم ويل يعني لو كان انور عرف يسير الوقت ديالو مزيان زيد هي كود هاف ان he could have answered all the questions. Okay, he could have answered all the questions. إذا هنا لاحظتوا معايا okay هنا عندنا had did not manage in the negative ولا had managed. Okay, had managed in the positive. عندنا could not answer in the negative ولا هنا could have answered in the positive. إذن دائما تذكروا ملي كيكون عندنا كونديشن تايب 3 الجمله ملي كتكون الفعل كيكون نيجاتيف كنردوا بوزيتيف ملي كتكون بوزيتيف كنردوا نيجاتيف. اوكي جود اذا سنمر الى الفعل التمرين الموالي اللي هو تمرين جي. اوكي تمرين جي هنا ماتش اتش اكسبريشن وذ اتس ابروبريت فانكشن and the two points and the expressions functions. Number one, I think electric cars will reduce pollution or pollution. Okay, I think electric cars will reduce pollution. So الكلمة المفتاح هنا هي I think. وكلمة I think من بين الكلمات اللي كنستعملوها من تعبير عن الرأي. إذن I think electric cars will reduce pollution. It's ماذا given or expressing opinion. Okay, it's expressing opinion. ماشي asking for opinion. عندنا تلاحظون في الجدول عندنا asking for opinion, making an offer, expressing opinion. عندنا جوج. إذا هنا ماشي asking. Asking خصنا ماذا؟ ملي كيكون asking for opinion خص يكون سؤال. صافي؟ question. هنا expressing opinion. So number one it is C. Number two, you should check the departure time before buying the ticket. Okay. إذا هنا عندنا الكلمة المفتاح هي you should. إذا ملي كنستعملو you should. Okay. ملي كنستعملو you should كنستعملو من إعطاء النصيحة. ملي كنعطيو النصيحة لشي حد. إذا هنا عندنا D. هنا كنقولو you should check the departure time. عليك أن تتفقد وقت المغادرة قبل أن تشتري التذكرة. إذا هنا it is D. Giving advice. It's D. Number three. Would you like me to help you with the birthday cake? Okay. إذن هنا الكلمة المفتاح هي would you like me. هل تود مني أن أساعدك أو أساعدك في كعكة عيد الميلاد؟ يمكن هنا أن الإنسان كيعطي راسه كيقول شيء واحد أنا هنا ندير هذه 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 إلى بغيتي. هنا making an offer. Okay. Making an offer. صافي. It is B. 4. I'm awfully sorry I broke your phone. إذن كلمة المفتاح هي awfully sorry. أنا حقا آسف I broke your phone كسرت هاتفك. إذن هنا it is apologizing. It is number letter E. Okay. إذن asking for opinion has no place here. Good. Move on to H. إذن سؤال H. Complete the following exchanges appropriately. نعمرو هاد exchange يعني الحوارات الصغيرة أو التبادلات الصغيرة بكلمات مناسبة أو بتعابير المناسبة.
Your friend. عنا you. Great idea. I have always wanted to see a صور. Okay. إذن هنا إحنا جاوبنا على شي حاجة اللي مازال ما عرفناهاش. Great idea. فكرة جيدة. I have always wanted to see a صور. دائما أردت زيارة الصورة. إذن هنا your friend. شنو ممكن غادي نديرو؟ سهل. يعني ممكن نديرو مثلا finally I have or finally I visited الصورة. Okay. With my friends or with my family. Okay. مثلا I decided to visit okay a sawira with my family. I decided to visit a sawira with my family. قررت زيارة الصورة مع عائلتي. Great idea. فكرة جيدة. I have always wanted to see a صورة. دائما أردت أن أزور الصورة. Okay. ممكن تديروا أي تعبير آخر. Okay. Your friend number two. I think we should ask our teacher to give us less homework. أعتقد بأن يجب علي أن أقول لأستاذي لكي يعطينا ماذا أعمل أو تمارين منزلية قليلة ماشي بزاف. Okay. إذا نعنا I think من بين تعابير الكلمات اللي كنستعملوا من أجل الرأي إبداء الرأي. إذا هنا غادي نشوفوا واش حنا غادي نوافقوا معاه ولا فكرة جيدة ولا إلى آخره كذا. إذا you I think we should ask our teacher to give us less homework. That's a very good idea, for example. That's a very good idea. Okay? That's هذه فكرة جيدة جدا. Okay? هذه فكرة جيدة جدا. ولا ديروا أي تعبير آخر مثلا. I totally agree with that. Okay? I totally agree with that. Okay, good. إذن أي تعبير ديال agreement ديال yes الموافقة ممكن ديروه ماشي مشكل. Okay, إذن أتمنى أني قد وصلت إليكم بعض الأفكار التي يمكن أن تساعدكم في الامتحان الوطني إن شاء الله. وفقكم الله وإلى اللقاء.